مساء الخير. مستمرين في أواخر حلقات رحلة الإيمان، وهي عبارة عن منهج متكامل للتغيير. واتكلمنا من بداية رمضان عن فكرة أن الصيام الحكمة منه أن 30 يوم الأساس في ترويض للنفس وللإرادة وللتغيير بشكل عام. العلماء سموا الخطوات دي منازل السائرين، هم 100 قسم عبارة عن 100 خطوة. دول خطوات تحول النفس والقلب من القلب الغافل للقلب الذاكر الموصول بالله. بنتكلم في الحلقات واتكلمنا عن أكتر الخطوات اللي ما ينفعش نفرط فيها في الرحلة دي، ووصلنا القسم اسمه قسم الأصول، أصول الدين. الأقسام اللي قبله كل قسم منهم بخطواته بيأسس قلبك وروحك وبيروض نفسك علشان تبدأ تبني الأصول على أرضية سليمة. الأصول دي ملخصها في 4 أساسيات يتبنوا جوانا، هم النية والعلم والذكر والإرادة. اتكلمنا عن النية وقلنا هي الأساس، ومن غيرها العمل يفقد قيمته. واتكلمنا عن العلم والذكر وإن هما المنهج اللي بنمشي بيه في الدنيا. النهاردة هنتكلم عن محرك كل ده، وهي الهمة أو الإرادة أو العزيمة. كل اللي بنتكلم فيه ده وكل النوايا الصادقة بالتغيير مش هيكون ليهم أي لازمة من غير إرادة التغيير. الإنسان مجموعة طاقات وقدرات ومشاعر وأفكار، كل ده موجود جواه، مش هيظهر ولا هيفرق من حد للتاني غير بالإرادة. هي إيه الإرادة دي وبتتوجد إزاي؟ الإرادة من فعل يريد، أنت عايز إيه؟ وعايزه قوي ولا مش فارقة؟ كل ما ازداد شعورك بأنك تريد الشيء كل ما ازدادت إرادتك. طب إيه اللي يخليك تريد شيء أو لأ؟ المعلومة الخاصة بالشيء. كل ما بتعرف معلومة أكتر عن حجم الأشياء بيتحدد أنت عايزها ولا لأ. علشان كده الإرادة مرتبطة ارتباط وثيق بالمعرفة وبالعلم. لما بنسمع عن قصص بطولية عن الصحابة وقوة تحمل مش عادية، ده لأنهم عندهم المعرفة والعلم اللي خلتهم يقيموا صح ويقيموا حجم الدنيا ويقدروا قيمة الدين ومعاني الله أكبر. فالمعلومات دي خلتهم يميزوا هم عايزين إيه، فكل مدى ما بتزداد الإرادة علشان يوصلوا للي عايزينه. فكل واحد إرادته بتتحدد حسب معلوماته اللي بتوجد قناعاته فتحركه. في ناس إرادتها وجهوها في الشر لأن معلوماتهم عن القوة والسيطرة إنها هتتوجد بالكيفية دي، فتحولت المعلومة لقناعات وترجمت لسلوك غلط. وهنا فكرة العلم لما يكون مركزيته ربنا ومصحوب بالنية وبالذكر، هم دول اللي بيوجهوا إرادتك. فكل ما ازداد علمك عن ربنا وقوانينه، كل ما إرادتك اتوجهت وتوجدت الهمة والعزيمة إنك توصل لهدفك وهو رضا ربنا، وبإنك تنفذ رسالتك المخلوق علشانها. علشان كده الإرادة مرتبطة بقوة الإيمان الحقيقي. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. دي خلاصة المطلوب منك في الدنيا، إرادة وعزيمة في السعي، مرجعيتهم علم ونية، وبعدها نتوكل على الله. كده أنت عملت اللي عليك. إحنا كلنا عايزين نتغير، وفي الأيام الأخيرة من رمضان بنحاول نسعى نوصل لليلة القدر. هدفنا يحصل تغيير، ربنا يعفو عننا، يتقبل دعائنا، تتغير أحوالنا، وربنا يتقبل يا رب ويقبلنا بإذن الله. لكن في قانون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير ده يعني إرادة، يعني علم ومعرفة، علشان تعرف أنت محتاج تتغير في إيه أصلاً وتتغير إزاي، وعلى قد إرادتك هيكون التغيير. العلماء حددوا 3 درجات للإرادة. أول درجة أن يكون القلب مش متعلق بالدنيا، فإرادته في سعيه فيها وراها هدف أكبر هو ربنا ورضاه، مش الهدف ده في حد ذاته. تاني درجة اللي هي الدرجة الأعلى، إن همته مش مقتصرة على الواجبات وبس، عنده دافع وهمه تحركه لمعاني، عنده دافع وهمه إن هو يبقى عنده إرادة تحركه لمعاني أكتر بالقرب وبالحب، مش تأدية واجباته بس. تالت درجة وأعلاها، إن الهمة بتكون أعلى من إن يتعلق صاحبها بالنتائج المترتبة على عمله وإرادته. يعني بيعمل بإرادة قوية مش علشان منتظر النتيجة وتهبط همته لو ما وصلش للي هو عايزه. دول بيبقوا ناس الهدف الأساسي بالنسبة لهم السعي والطاعة ورضا ربنا بغض النظر عن النتائج. في رحلة الإرادة طبيعي هنقع وبنحبط أوقات، لكن اللي بيفرق من إرادة للتانية مين هيقوم وهيقوم إمتى وهيقوم ليه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ونزلت الآية دي في الصحابة بعد إحباطهم بعد هزيمة أحد، ولكل واحد وقع بعد ضغوط كتير، فربنا حاسس بيك، وإنك تقدر تقوم تاني بعد كل وقعة دي عظيمة قوي عند ربنا، وهتوجد جواك إرادة لكل حاجة بعد كده.
هنتكلم عن خطوة الإرادة بالتفصيل مع ضيفنا الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في اواخر حلقتنا في رحله الايمان وخطوات التغيير، وضيفنا النهارده الشيخ حسن الجنايني من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، يا رب دايما بخير يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. طيب يا رب، مصر كلها بخير وحضرتك طيب وبخير يا رب. من بدايه الحلقات كلها اتكلمنا عن رحله واقسام كتيره قوي، وصلنا لقسم الاصول، وقسم الاصول العلماء اجمعوا ان في اربع حاجات اساسيه، هي العلم والذكر والنية والنهاردة الإرادة. إيه المقصود بالإرادة، وإيه الفرق ما بين الهمة والعزيمة والإرادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإرادة هي أول خطوة، أول الطريق اللي عايز يعمل أي مشروع، عايز يعمل أي حاجة، أول خطوة فيه بيفكر فيه هو ده الإرادة يعني. أما الهمة اللي هي بتأتي في الآخر، العزيمة اللي هي قبلها مباشرة يعني ربنا عز وجل يقول فإذا عزمت فتوكل على الله. أنت خلاص عزمت، خلاص توكل، أنت استجمعت الأمر كاملا فتوكل. أما بالنسبة للهم هو اجتماع القلب، القلب تجمع وبدأت الجوارح وبدأ الفعل، بدأ العمل. ولذلك حتى ربنا عز وجل يقول لقد همت به وهم بها، يعني حدث الفعل، يعني بداية، هي مش بداية العمل وليس بداية الكلام التنفيذ. بداية التنفيذ وليس الكلام، هو الأمر وصل إلى حيز التنفيذ. يعني بداية أي مشروع بيبدأ الأول إرادة بنفكر فيه، وبعد كده بنبدأ بقى بنعزم على عمل هذا المشروع. إذا حدث همينا خلاص يبقى بدأنا في عمل المشروع، سواء تم أو لم يتم، كما قال الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا، عندما حفروا حفرة للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وضعوا عليها الحطب، أخذوا بكل الإرادة والعزيمة والهم وعملوا كل شيء. فلما وصلوا لدرجة الهم وخلاص وبدأ الأمر على يعني يريدون أن يتخلصوا من رسول الله، هموا ففعلوا ووضع الحفرة ووضع عليها الحطب. قال الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا، أم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. كلمة الإرادة هي جاية من فعل يريد، أن الإنسان يريد شيء. نعم. الفكرة أن الإنسان عمره ما هيريد شيء غير لو هو عرفه أو عرف معلومات عنه. نعم. فالعلماء دايما رابطين ما بين فكرة الإرادة وما بين العلم، أن لازم يتوجد العلم عشان تتوجد الإرادة. إيه العلاقة يا شيخ حسن؟ أي شيء بلا يعني، لسه يمكن قلنا دراسة الجدوى، دراسة الجدوى لأي مشروع. يعني واحد يقول لك إيه، يعني أرادوا أن يعمل مشروع، عمله بدون دراسة غالبا هذا المشروع سيفشل. هو شاف واحد فاتح محل فول وطعمية فقال المحل ده نجح يبقى أنا هنجح، دون دراسة، ما يعرفش انه بيجي منين، الخامات بتيجي منين، ولا اللي هي التفاصيل، هذه التفاصيل يعني اللي هي دراسة الجدوى. هكذا في الشرع، إذا كان الإنسان يعبد الله على جهل فربما يضر نفسه أكثر ما ينفعها، لكن على علم، أما أن يكون على علم فرب كلمة واحدة تنقذه من النار، كلمة واحدة، يا رسول الله يعني أنا لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، قال يعني طب ما انت بقول، قال اني ارجو الله الجنه واخشى من النار، يعني ارجو الله ان الا يعذبني يعني. قال حولها ندندن، ما احنا كل اللي احنا بنقوله ده حول اللي انت اختصرتها، يعني انك تسال الله الجنه وتعوذ به من النار. هذه هي القضيه. ولذلك موضوع العلم، ربنا عز وجل بين العلم وفضل العلم، وان الذين يعلمون افضل، والحرص على طلب العلم والهمه في طلب العلم والعلم واللجوء. واول ما نزل من القران اقرا، وربنا عز وجل قال ففهمناها سليمان، والذي يعلم افضل بكثير، بل ربما لا تكون هناك مقارنه بين الذي يعلم والذي لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا بد من العلم والعمل. ولذلك ربنا عز وجل يقول الا الذين امنوا
وعملوا الصالحات. هذا الإيمان اللي هو التصديق بالقلب لابد أن يكون له ضوابط عظيمة، منها العلم، معرفة الله عز وجل قبل كل شيء. لابد أن تعرف من تعبد، هذا هو العلم. أعلم أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، فنعبده على علم. لو عبدته على جهل ربما أنني أشرك بالله وأنا لا أدري، أو أكفر به وأنا لا أدري. فلا بد من العلم، والعلم طبعا درجة عالية من تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ حسن. إحنا معنا أم حمادة على التليفون. أهلا وسهلا. اهلا بيك، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. منوره الشاشه وزي القمر، منوره الدنيا كلها. الله يبارك لك يا رب. تسلمي يا محمد، كتر الف خيرك والله. زي العسل والله العظيم. كتر خيرك والله، دي من القلوب الطيبه والروح الجميله. دايما بقول الناس اللي بتعرف تجبر بالخواطر دي من جمال روحها. الله يرضيك يا رب. والله مش جبر خواطر، انت فعلا انسانه جميله والله ومحترمه. ربنا كتر خيرك يا رب. كتر الف خيرك والله. ادعوا لنا بالصدق بس والنبي، الحاجات دي بتخوف. ربنا يا رب يرزقنا الصدق والمحبة دايما ويجمعنا فيها يا رب. الله يخليك يا حبيبي. اتفضلي يا محمد. الله يسعدك ويبارك فيكي، ربنا يحفظك. انا كنت عايزه اقول لحضرتك بس على طلبين، يعني عايزه. عليا الخط قطع. معقوله يا ام حسن؟ لا تكلمينا لا ام حماده سوري، كلمينا تاني يا ام حماده. ما ينفعش تكون اتصلت يا عيني تقول كلمتين حلوين وتقفل. اتصلي بينا تاني. انت عايزه طلبين يعني؟ طلبين. يعني ما لحقتش ولا طلب. معلش، يا ريت ان شاء الله تتصل تاني. ربنا يكتب لها الخير يا رب. لها يا رب باذن الله ان شاء الله. لما نيجي نتكلم عن فكره الاراده يا شيخ حسن، زي ما حضرتك قلت هي مربوطه بالعلم، وفكرة الإنسان يريد لازم يبقى عنده المعلومة عن شيء. فكرة إن الإنسان يريد شر أو يريد خير، الفرق في الاثنين، وممكن يبقى عنده معلومات بس وصلته للشر، وهنا عنده معلومات وصلته للخير. فهنا تيجي فكرة النية وفكرة الذكر وفكرة العلم اللي يكون موصول بالله. إزاي نعمل الخلطة دي مع بعض؟ هو طبعا أي عمل ليس فيه نية، وأي عمل لم يسبقوا هذه الترتيبات فهو عمل أجوف. يعني أجوف، حتى أن النية ركن من أركان الصلاة، نية في الوضوء. يعني أنا لو عملت حركات الوضوء كلها بدون نية لا يصح الوضوء. لو أنا ما قلتش الله أكبر وأنا في قلبي مستجمع القلب أنا بصلي، يعني لو عملت الحركات دي من غير هذه النية لا يقبل الله عز وجل. هذه الأمور مرتبطة يعني، ولذلك لابد للإنسان أن يكون عنده مراتب حتى في العزم. يعني ربنا عز وجل يقول وإن عزموا الطلاق، ودي من بلاغة القرآن وعظمة القرآن. ما قالش إن أرادوا الطلاق، لأنه لو أراد الطلاق لا يحسب الطلاق ولم يبدأ في موضوع الطلاق، بس ده هو لسه بيفكر يعني لسه هيطلق ولا مش هيطلق. لكن وإن عزموا الطلاق، إذا لذلك والله العظيم إن ممكن تحل مشاكل الطلاق بهذه الآية وإن عزموا الطلاق. إزاي يا شيخ؟ لا دي عايزة كلام كبير. يعني لابد إن موضوع الطلاق مش كلمة وخلاص، ده ميثاق غليظ. الزواج ده ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظ، ما ينفعش ينفك أبدا كده بسهولة. يعني إحنا عشنا على حاجات وموروثات عجيبة جدا تبين ان الواحد لو هو بيتكلم كده مع مراته وجه يقول مثلا يا طارق، فبقول لها يا طالق كده، يقول لك انت تلفظت بالطلاق خلاص طلاق. يا اخي اتق الله، هو لم يطلق ولم يعزم. ولذلك هنا وان عزموا الطلاق، عزم، هو لم يعزم الطلاق، وهو لا يقصد الطلاق، وهو لم يبيت النية للطلاق، وهو لم يبدأ في موضوع الطلاق، إنما هو مجرد كلمة خرجت منه. يا أخي يعني تحاسبه على كلمة، إذا كان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، ودي خرجت على سبيل الخطأ. هي فكرة إن إحنا نقدر نفرق ما بين معاني الإرادة دي مهمة جدا. كان الشيخ الشعراوي كان ليه خاطرة عن آية، الآية اللي هي بتقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فتقال يعني إزاي أنا، يعني دايما ربنا إحنا اللي عارفينه بيحاسبنا بالأعمال مش بفكرة بالنوايا. فكانت خاطرة للشيخ الشعراوي، حضرتك وضحها لنا يا شيخ حسن. قال إن النية قبل ما تتحول لإرادة بتمر بخمس مراحل. أول حاجة الهاجس، بعدها الخاطر، بعدها حديث النفس، بعدها الهمة، بعد كده العزيمة. فقال ربنا بيحاسبنا على المرحلة الأخيرة اللي هي العزيمة، اللي هي تحولت فيها النية لبوادر إرادة التنفيذ.
انا مش مع الشيخ في هذه الحكايه. طب ليه شيخ حسن الشحراوي؟ طبعا الشيخ الشحراوي رحمه الله عليه استاذنا وانا فين منه يعني. انا مش ما بقولش انا معاه يعني. طبعا بس ده تدبر لكل واحد. لا 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 انا بتدبر يعني، لان هناك هاني حتى نفس يعني نفس الايه ان تبدو ما في او تخفوه. طيب انا اخفيته وهو والله يعلمه يعني. حتى ان الله عز وجل يقول احصاه الله ونسوه. ربنا عز وجل بين شيء اسمه باطن الاثم، باطن الاثم. ولذلك القران لما تجمعي ايات القران ما ينفعش واحد يسمع ايه مثلا ايه ما اصابك من حسنات فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك، وبعدين يرجع يقول ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. لو قرا دي مختلفه تانيه عن التاني، ولو قرا دي مختلفه يقول لك القران في اختلاف. ابدا، لو انت جبت الايتين وفسرتهم كويس او اولتهم كويس هتعلم انه لا تضارب. قد اكون انا سبب هنا بقى. ولذلك نهايه الايه قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. يعني قل كل من عند الله فسرت كل اللي عدى ده كله يعني. الله يعلمه يعني، مش كله مش امراني بالسوء بالظبط. لكن في الايه دي بقى حضرتك المقصود بيها ايه؟ يعني موضوع ان باطن الاسم، لان احنا لو اطلقنا هذا الامر هو طبعا اذا هم عبدي، وهو فضيله الشيخ اكيد استند لهذا يعني، اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها، فان فعلها فاكتبوها سيئه، مش كده؟ بالظبط. طب الحسنه، اذا هم عبدي بحسنه فاكتبوها حسنة، فإن فعلها فاكتبوها عشر، ودي من رحمة الله عز وجل. بالزبط. ده كلام رائع وجميل. لكن إذا بيت الإنسان النية، شوف دي بقى اللي أنا بقول بختلف فيه في النقطة دي، اللي هو باطن الإثم. أنا عايز أشرب خمر والعياذ بالله، فرحت وخدت الفلوس تمن زجاجة الخمر. ورحت للمحل وقلت للراجل الدين واداني ازازه الخمر بالزبط. وخدتها ورايح على البيت وانا ماشي في الطريق اتكسرت، عليا ذنب ولا مش عليا ذنب؟ يقول لك ده ربنا كرمه عشان ما اشربش الخمر. عليا اسم، عليا هي اسم. دي بقى ما دي العزيمه بقى. اذا عزم بس هو لا لم يشرب، لم يشرب الخمر، فكيف ياخذ الاسم؟ لانه هو استجمع كل طاقاته لفعل السوء. تجمع واحد ارهابي عمل كل مساعدة عشان يقتل او يسفك الدماء او يعمل اي حاجه، لكن السلطات مسكته قبل ما ينفذ بدقيقه، يقول لك خلاص مش عليه حاجه، حتى في القانون مش عليه حاجه، ده جاي يدمر، ده جاي يقتل نفس بريئه، لان وصلت النيه لمرحله العزيمه للتنفيذ. ايوه، هو لم ينفذ لكن ياثم. طب ما هو ده اللي الشيخ شعراوي بيقوله. لا ما لا هو لا يعني هو كان الشيخ شعراوي يعني بيقول لما كل المراحل دي ما عليهاش اسم. حضرتك قلت كده، مش فكره ما عليهاش اسم، هو بيقول كل اللي فات ده ازاي ربنا هيحاسبنا، هيحاسبنا. قال بيحاسبك لما توصل لمرحله العزيمه اللي حضرتك بتقوله. قال اخر مرحله في الاراده هي مرحله العزيمه. لا، مجرد مجرد التفكر في المعصيه، لو استجمع انسان قلبه على ذلك وبدا وخد وبدا ياخد ولم ياتي في العزيمه اللي هي اخر الشيء، فهو في سيئات، هو في ذنوب، هو في ذنوب، وهذا هو ما يسمى بباطن الاثم، بباطن الاثم. طيب. هو ده باطن الاسم. طيب انا ما بقولش يعني، انا ما بقولش يعني اختلفي مع الشيخ، لا ده انا بقول ان هو طالما النيه تحولت الى السوء وبدا في انه ياخذ خطوات الى السوء بالزبط. كل هذه الخطوات سيئات. ايوه، هي الفكره عشان بس نشرح يعني للناس عشان ما تحصلش لخبطه في لا. حاجه يعني اقول لحضرتك اللي انا فهمته، حضرتك قول لي ده صح ولا لا، وبعد كده نستقبل تليفون ام حماده. سامحيني يا ام حماده، فكره ان في مراحل دلوقتي النيه جوانا، ربنا مش بيحاسبنا على نيه الشر طالما انا ما عزمتش عشان اقوم ان انا اعمل زي ما حضرتك قلت ارهابي راح يفجر وحد منعه وما فجرش لكن هيتحاسب. فهي بنفس الفكره يعني، انا بفكر بفعل سيء لكن ما يعني لا مش قادر اعمله، لا بقاوم نفسي، لا استغفرت ربنا وخلاص قعدت وما عملتوش، ما تحاسبش عليه. في فرق بين اني انا امتنعت من تقاء نفسي ربنا هيديني اجر، وفي فرق بين اني انا سعيت لكن لم امكن
هو ده الذنب والسيئة. دي نقطة مهمة جدا، وهو ده التفسير اللي اتقال ممكن يكون اتعرض بشكل العمل لخبطة، لكن بالضبط هو قال ان مرحلة العزم زي اللي حضرتك بتقوله، فكرة ان العزم هو ده اللي ربنا بيحاسبنا عليه. المعاني دي كلها بتفهمنا ايه فكرة الارادة، ان انا الارادة تحولت لخطوات تنفيذية. وهنكمل بقية المعاني، بس ناخد ام حمادة. اهلا يا ام حمادة. ام حمادة معايا؟ ما تقوليش الخط قطع تاني. ام حماده معانا ولا لا؟ مش عارفه، مش معانا على التليفون. الاخبار مش معانا. طيب معلش يا ام حماده، كلمينا تاني. فهي الفكره ان فعلا الموضوع درجات، ولازم نبقى واخدين بالنا احنا وصلنا لمرحله الهمه ولا الاراده للتغيير. في بقى الايه فاذا عزمت فتوكل على الله، هي دي اللي حضرتك يعني شرحتها لنا فكره العزيمه. مرحله التوكل بقى، يعني العزيمه دي بتتوجد في السعي، بعدها ان الله يحب المتوكلين، ان احنا نمشي من الخطوات دي وما نعتمدش على النتائج. يا شيخ حسن، انا ذاكرت وعملت اللي عليا بس لم اوفق، انا اؤجر على ذلك يعني. وده اللي الحديث اللي بيعترضوا عليه، يعني اذا اجتهد القاضي فاخطا فله اجر، فان اصاب فله اجران. يقول لك ازاي اخطا وله اجر؟ هو اخذ بالاسباب وعمل، هو ده بذل كل ما في وسعه، اللي هو بذل الجهد، بذل الجهد، بذل جهده واخذ بالاحكام واخذ بالطرق المتاحه وغير المتاحه حتى يصل الى هذا الحكم. بعد هذا كله ان اخطا له اجر. ليه؟ لانه اخذ بالاسباب التي توصله الى الخير. فلانهم كانوا بيعترضوا على الحديث، يعني في بعض اللي بيعترضوا على السنه يعني بيعترضوا على هذا الحديث، بتعترض عليه ان هو الراجل الله عز وجل يعطي، وقال ليس للانسان الا ايه؟ ما سعى. مش ما عمل. ده هو بدأ في السعي لكن لم العمل ما تمش، قد لا يتم العمل. وده برضو اللي هو فاكتبوها له حسنة، انه هيعمل خير وما عملوش، هو نيته يعمل خير وحاول وكده. ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم ودين الا كتب لهم من الاجر، قال لاجر، قالوا هم في المدينة، قال وهم في المدينة. ليه يا رسول الله ده كله؟ قال حبسهم العذر بالنية وإرادة التنفيذ. شوف بالنية الحسنة بالنية الحسنة الله يعطي الكثير جدا، وكذلك بالنية السيئة دي اللي أنا كنت بقصده، يعني إن عندما يستجمع النية السيئة وإنه يفعل الشر وإلى آخره، نقول له لا ده أنت ما عليكش حاجة، هو ما عملش فعلا الشر لكن عمل كل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الذنب وهذا الشر. تمام. يعني فهنا بنقول له ما عليكش سيئات، لا عليه، هو ده باطن الاسم، ما ينفعش إنه يخرج منها كده. يقول لك إيه القسوة دي؟ والله ما قسوة، لابد أن نصف القلوب إلى مين؟ إلى علام الغيوب. وده بيوصلنا لأهمية معاني الإرادة والعزيمة، الإرادة في الخير أو الإرادة في الشر، ونفرق ما بينهم. هناخد أم مي. أهلا وسهلا يا أم مي. أم مي معانا ولا إيه؟ ألو. أيوة يا أم مي، وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا أم مي، كل سنة وأنتي طيبة يا رب. وأنتي طيبة، كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة العيد. وأنتي طيبة يا أم مي، ربنا يخليكي حبيبتي، اتفضلي. إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ ربنا يسعدك ويبارك فيكي. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. لو سمحتي يا أستاذة سارة، بس عندي سؤالين. اتفضلي. في واحدة لو سمحتي فضيلة الشيخ، مثلا يعني اصادتني ان انا يعني ايه اساعدها يعني بفلوس وكده، عشان كانت بنتها كانت بتتجوز. تمام. فانا اديتها الفلوس، انا ما اعرفهاش قوي يعني. فاديتها الفلوس، وبعد كده يعني عرفت اللي هو جوزها مش متوفي، قال لي جوزها متوفي، وبعد كده عرفت اللي هي جوزها مش متوفي. تمام. تمام يا استاذه سارة. فانا دلوقتي يعني اي حد يطلب مساعده او كده، انا ادور هو ده ايه او كده، ويعني الناس دي ايه او كده، ولا ادفع كده على طول، ولا ايه؟ ولا ساعد الناس كده على طول من غير ما اسالك؟ تمام، هنرد عليكي. حاضر يا موبايل. سؤالك الثاني اتفضلي. يعني ممكن بس احنا لو رسمتي بس حنة على ايدي كده، ده فيها غلط ولا ايه؟ حاضر، هنرد عليكي. حاضر يا موبايل. سؤالها الاولاني، وده كتير بيقع في الموضوع ده، ممكن ما بيتحرش قوي بيساعد مين لمجرد ان حد جه ساله، فهل احنا مطالبين بالتحري يا شيخ حسن، ولا هي تتحسب صدقه وخلاص؟ هو هي ان شاء الله هتحسب صدقه، وهي عملت الخير وهي ابتغت به وجه الله عز وجل،
لكن الانفع والاكمل ان انا ابحث، ان انا ابحث عن الذين لا يسالون الناس الحافة. يعني على سبيل المثال اللي بيتسولوا في الشوارع دول، انا لا، دول انا ما ادهمش، انا ما ادهمش، لاني لابد ان اقضي على ظاهره التسول. هذه الظاهره لا يمكن ابدا ان تكون من شرع الله عز وجل، ولا يمكن ان يرضاها الله. ده حتى وصل الامر يعني في خناقات بتحصل، يجي في اشاره ويخبط لك على الازاز، يخبط على الازاز، معايا تليفون، عامل له كده معايا تليفون، ما في فايده، مش هيسيبني يا عم، معايا، طب معايا تليفون، حاضر، ابدا مش سيبني يا اخي، ارحمني ارحمني يا اخي. طب يا شيخ حسن، حتى لو يعني دي مش دي طريقه منبوذه الاسلام نهى عن التسول. اللي سمعنا عن التسول، في دلوقتي رجل يعني ضعيف مريض، لا، من الذين لا يسالون الناس الحافة، محتاج للقرش الواحد، طب تدي له اي حاجه وتمشيه. ما هو بالطريقه دي احنا هنشجع على التسول، وهنشجع على البطاله، وهنشجع. سيدنا علي كان بيقول: لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من ذل السؤال. قال لي: في الكسب عار، قلت: العار في ذل السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وانا علي جمع الحطب. كل واحد يعمل، يا اخي اعمل، تحرك. اللي يخليك واقف طول النهار في اشاره، او واقف طول النهار في مجمع عربيات وعمال تدي ده وتكلم ده وده، يعني عندك قوه وعندك صحه. يعني تمام، يعني حضرتك شايف ان لازم نتحرك الاول قبل الصدقه. لازم نتحرك ونروح بنفسنا، لان دلوقتي احنا في زمان يعني كثر فيه الكذب. تلاقي: والله العظيم، وانا، وتجيب شهادات ان عندها امراض اعوذ بالله، وفي الاخر تلاقي الشهادات دي من عهد الفراعنه. يعني حرام يا ناس، يعني بلاش كذب، اطلب بس بصدق، اطلب يعني المحتاج يطلب، ما فيهاش حاجه، بس اطلب بصدق، اطلب بعفه، اطلب بادب. مش تيجي تأدي لك 5 جنيه تقول: هي بتعمل ايه ال5 جنيه؟ وده يرميها في وشي، يعني انا كمان بديله وكمان بيهزقني. يعني انتقلنا الى حاجه عجيبه، حاجه غريبه. طب كانت في جزئيه يا شيخ حسن في مساله الصدق وقت الصدقه، بيقول لك ان انت مش شرط تكون متعاطف مع اللي قدامك علشان تديله صدقه، عشان ما يبقاش اللي هو تبعت اهوائك وبس. يعني من الاخلاص في الصدقه ان انت سواء متعاطف او مش متعاطف بتدي. دي نقصها ازاي؟ لا، هو ربنا عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. أنا مش هنهر هذا السائل ولا إنعى ولا أكل. أنا بأخرجها لا أبتغي بها إلا وجه الله، حتى لو الراجل ده شكله مش عاجبني، حتى لو الراجل ده مش عارف إيه، أنا يعني هو أنا حسيت إن هو محتاج بديله. أنا لو حسيت إن هو محتاج أنا بديله، حباه مش حباه، متعاطفة معاه مش متعاطفة، بديله لأن هو محتاج. بس بطريقة التسول لا، بالظبط، اللي هو بناخد بالأسباب عشان نعرف هنديه. أنا يعني واجب الإنسان اللي هو يعني يطلع صدقات ده إن يروح ويشوف بنفسه. يعني أختنا السائلة وده سؤالها، لا تحري، خصوصا انت هتدفعي مبلغ مثلا كده، لا لابد ان نتحرك. ربنا الف تبانوا والف تثبتوا، ولابد ان احنا نعرف، خاصه في هذا الزمان، لان احنا بنسمع قصص عجيبه وغريبه. طيب اخر جزئيه في الموضوع ده عشان نقفله، لو فكره ان حد محتاج فعلا بس بيلح في الطلب جدا لدرجه انها بتقفل الشخص الثاني المتصدق، هل لو الواحد طوع هواه وما ادالوش دي فيها هوا نفس؟ والله انا لو شايفه، انا يعني هو لو محتاج فعلا يمكن دفعته الحاجه لكده، يعني يمكن يكون، بس لو انا تيقنت ان هو فعلا محتاج ممكن يكون دفعته الحاجه والمساله بس بالحاح بطريقه. اصل كانت مره متصله سالت السؤال ده، قالت بالحاح لدرجه ممكن يجي لها البيت وتقول له: خلاص انا لما يبقى معايا هدي لك وهبعت لك. لا، اللي بيروح للبيت ده ويروح بالطريقه دي والحاح بالطريقه دي، لا، احنا لابد ان نمنعه، لانه قد يتحول الى امور اخرى، انه سارق يعني، قد يسرق يعني. واللي بيلح بالطريقه دي بيبقى مش محتاج. لا، هو فعلا محتاج، يعني هي على كلامها قالت انه فعلا محتاج. يعني اصل في مواقف كتيره جدا، يعني يعني في لما يكون سيده والححشه دي، والله والبيت ما فيه، والله بيتين من غير عشاء، وسمعت كلام انا كنت بتقطع، كنت طاير بعربيتي عشان الحق اديه ده حاجه مساكين، ورحت لقيتها شايله ايفون، رحت لقيت الست دي شايله ايفون، تليفون ايفون، كنت عايز اقول لها اديني لله، اديني انا لله، يعني انت شايله ايفون
وانا شايل تليفون. لازم نتحرى يعني، وهو ده لازم نتحرى بالزبط. في ناس عملتها حرفة ولسه امرأة ماتت قريبا يعني، ولو معاها ملايين يعني من اللي تشوفي حالتها يعني الله اكبر، ومعاها ملايين والملايين على الجوع تنام. تمام. في ناس بتموت يعني فعلا حقيقي، مش لاقي شريط الدواء ولا لاقي لحظة. فهو الواجب علينا ان احنا نتحرى ونصدق النية وربنا مطلع. لابد من التحري خاصة في هذا الزمن ان شاء الله بإذن الله. هنطلع فاصل ونجاوب على السؤال التاني بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. كان سؤال ام مي التاني يا شيخ حسن عن رسم الحنه على الايد، هل في اي مشكله؟ الحنه ما فيهاش حاجه يعني، الحنه ما فيهاش حاجه، اللي فيها بس اللي هو الوخز بالابر والحاجات دي اللي هو الوشم، هو ده اللي منهى عنه، اللي هو التاتو هو ده اللي منهى عنه، منهى عنه تماما. والعلم اثبت انه بيسبب امراض. عشان بقى انا اصل بيجي حد يسال ويقول لك ايه، ما انا عامله بقى لي مش عارف ايه وما جرالوش حاجه، طب شيله، يقول لك ما اعرفش اشيله، حتى الليزر بيشيل بقى مكانه تشوهات. طب يبقى اذا في ضرر، ثم ان بيعمل الزرقان اللي تحتيه ده بيعمل ميكروبات وبتنتشر ده وبتسبب امراض دم على فكره يعني. اما الحنه ما فيهاش اي حاجه خالص. من باب التجميل او كده، فدي لزوجها ايه المانع؟ تمام. لا لزوجها في بيتها ماشي، لكن باب تجميل للشارع عشان تلفت انظار الرجال لا يعني. طب لعل وعسى يكون ده قصدها واحنا ما فهمناهوش، يمكن ما انا لازم نوضح. ما انها خارجه بيه في الشارع وعلى ايدها، هل في مشكله؟ ما هو هي لو هتعمل مثلا على ايدها هنا والست اصلا من الاصل انها بتلبس دايما ايه، بتكون اطول، او لو هتلبس حاجه زي كده بتبقى يعني ماشيه لابسه حاجه مغطيه انا شعرام كده يعني بتبقى ماشي، ولا يخرجنا تفيلات زي ما النبي قال، بدون تشدد وبدون ميوعه يعني الوسطيه يعني الوسطية. لكن عاملاها عشان ايه، تتبابي او تلفت الانظار، حرام. حتى لو حنا، حتى لو اي حاجه، اي شيء. ربنا نهانا ان المراه تضرب برجلها في الارض عشان الخلخال هيعمل صوت، تقوم الناس تبص لرجلين الست، ربنا نهانا عن كده. فلازم نكون نضع الامور في نص. لو الحنه انا قلت حلال وجميله، بل من السنه. أيوة. من الصبغ بالحنه حلوه جميله جدا ومفيده، لكن لو هتعملها بقى حتى يعني للشارع وللناس مش كده، انما الاعمال بالنية. سبحان الله، هما الاربعه مرتبطين ببعض يا شيخ حسن. طبعا. النيه والاراده والعمل والذكر كله مرتبط ببعض. هو فعلا انت ناوي تعمل ده وبتعمله علشان خاطر ايه؟ في الايه دي يا ريت حضرتك توضح لنا معناها، ولو ارادوا الخروج لاعدوا لهم عده ولكن لأعدوا له عدة ولكن كره الله إن بعثهم فثبتهم. المعنى إيه يا شيخ حسن من الآية دي؟ والله العظيم دي الآية دي من الآيات العظام في القرآن الكريم. ربنا عز وجل بيفضح المنافقين. هم كانوا بيروحوا للنبي وطبعا يقولوا يا رب احنا في دائك واحنا في دا الدعوة، الكلام الحلو اللي بتقال ده في، لكن ربنا عز وجل بين ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. ده هم قاعدين في بيوتهم وبقول وهم مش عايزين يخرجوا، هم مش عايزين يجاهدوا في سبيل الله ولا عايزين يخرجوا معك يا محمد ولا عايزين يعملوا حاجه لله عز وجل، لكن هم بتوع كلام اخرهم كلام. ولو ارادوا الخروج، وهنا موضوع الاراده اللي هي البدايه، اول خطوه عملوا ايه؟ لاعدوا له عده، كانوا يجهزوا الزاد، جهاز السلاح، جهاز كل المعدات بتاعته اللي تكفيه للجهاد في سبيل الله. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني ايه كره الله انبعاثهم؟ الله عز وجل بنياتهم، لانهم نيتهم خبيثه، ودي اللي شوفي الموضوع بيكمل بعضه ازاي. اللي احنا بنقول موضوع العزيمه الداخليه للسوء. أيوة. النيه لما تكون سوء ما ياخدش ليه، طالما نيته سوء ليه كيف لا يحاسب. فهو هنا طالما نيه وصلت للعزيمه، كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني خلاص خلاهم يا عمي بكره بروح بعده، نزع من قلوبهم الهمة. هي الدنيا طارت يعني، بس يروحوا بس بتبدا المعركة وبعدين انا هبقى اروح، ادام بس مش عارف ايه وبعدين ابقى اعمل انا، طب بس ما اعرفش ايه وبعدين ابقى اعمل انا.
هم دول الناس مع ان سيدنا النبي علمنا غير ذلك. يعني اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فان اراد ان استطاع ان يغرسها فليغرسها. ده القيامه بتقوم هتعمل ايه الفسيله والنخل؟ ما هي دي بدايه الايه، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. هو فكره اللي هو لو اردت عد العده، يعني ظبط واسعى وجهز. ما هو وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لو انت بدات وقلت ان شاء الله انا في واحد مثلا رايح الحج وما جهزش احرام، ما عدش العده، لازم تجهز الاحرام وتسيب اكل لبيتك قبل ما تسافر يكفيهم لغايه لما ترجع، وتقطع التذكره وتاخد التاشيره تعمل كل التجهيزات دي، انت لم تجهز شيئا. ولو ارادوا الخروج، لو هم نيتهم صادقه وسليمه وارادوا ان يخرجوا معك يا محمد وارادوا ان ينشروا دين الله عز وجل ويبلغوا دعوه الله عز وجل، لا عدوا لا عده، كان خدوا بالاسباب التي توصلهم لذلك، وهي لكن دي لم ياخذوا بالاسباب ولم يفعلوا شيء. فثبتهم فكره الله انبعاثهم، هم اصلا ربنا مش عايزهم فثبتهم يعني وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولذلك ربنا عز وجل بيسلي سيدنا النبي بعلمه، اوعى تزعل، ما تزعلش يا رسول الله، لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. ده هيكون سبب الفتنه، عدم وجوده افضل بكثير، لان النيه ربنا بيرحم الامه بان الناس دول مش يجوا. واما في ناس تانية شوفي ضعفاء وعلى قدهم وما عندهمش راحله، ومع ذلك تفيض عينهم من الدمع بعيطوا عشان مش عارفين يخرجوا مع رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم، هم بالمدينه حبسهم العذر. شوفي بالنيه الفرق، سبحان الله. عشان كده هو ربنا هو مش منتظر مننا النتيجه، هو فعلا السعي بالهمه وبالاراده وبصدق النيه. انت خد بالاسباب يعني خد بالاراده والاسباب وقدم ما يوصلك الى شهاده الى هذا الامر، وتوكل على الله اللي هو بعد كده بالمعنى ده. يا شيخ حسن، احنا في الايام العشر الاواخر دايما الكل بيسعى علشان ليله القدر، ودايما نلاقي بالذات ليله 27 ده العرف ان الناس بتتجمع يعني في المساجد علشان يحضروا ليلة القدر، بغض النظر احنا طبعا موضوع ليلة القدر واتكلمنا فيه ان الله اعلم هي انهي ليلة، لكن الفكرة ان التغيير، يعني ان هل التغيير بيبقى وقتي ولحظي، ولا هي رحلة الانسان بيبتدي فيها بالنية بالارادة، ومعنى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو صدق الانسان العزم مع الله سبحانه وتعالى هيبلغه ليلة القدر، ولو صدق الإنسان مع ربه هيبلغه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه، ده حديث معنى حديث. فأنا بأحزن كل الحزن ليه 27 كل المسلم، مين قال لك إن هي ليلة القدر؟ يقول لك ابن عباس أقسم، ابن عباس لا يعلم الغيب، صحابي جليل، اجتهادات كلها اجتهادات، لكن سيدنا النبي قال تمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فممكن ليه 21 ليه 23 25 27 ليالي دي 29، محدش عارف، كل واحد شاف كده، شفت الشمس مش عارف ايه فايده. انتوا عاملين تتحروها بالوقت ولم تتحروها بالعباده. شفتي بقى دي الكلمه فرق كبير. يا رب نطلع من الحلقه دي بالكلمه دي، بلاش نعامل ربنا معامله التجار. هي فين بالضبط عشان اقيم الليله دي؟ فين بالضبط عشان تقيم الليله دي؟ هو ربنا يعني ربنا يستاهل منك كده؟ يعني انت منتظر كده يعني خد واديني خد وهات وكده، ربنا بحسبك كده تجاره كده؟ ابدا. التجاره مع الله لن تبور، التجاره مع الله ممتده. يا اخي عيش رمضان كله وليالي رمضان مع الله سبحانه وتعالى ولو بالقليل بالقليل، ما تقولش ما تجيش لل 27 وتقيم طول الليل وبقيه الشهر الله اعلم بيك، ما ينفعش. منتظر العفو في الليله دي والتغيير في الليله دي، مين قال لك؟ ايوه، يعني بنسعى في خطوات اللي هي في استعدادات للسعي، وعلشان كده هو حتى العلماء لخصوا درجات الاراده لثلاث درجات يا شيخ حسن، خلينا نقولهم بعجاله. اول درجه فيهم اللي هي اقلهم، يعني ان يكون القلب مش متعلق
بالدنيا وإرادته، هو شايف دايما الهدف ربنا. في الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله، أنفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. برضو المقصود بالمعنى الآية دي والدرجة دي يا شيخ حسن؟ هي دي ملخص للحلقة كلها، الآية دي ملخص للحلقة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، تحركوا تحركوا انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يعني لو يعني شوف الآيات دي من أولها لآخرة بتتكلم إن الناس كلها تبحث عن الدنيا ولا تبحث عن الآخرة إلا من رحم ربي طبعا. ما لكم، شوف العتاب الرباني، إذا قيل لكم انفروا أي تحركوا في سبيل الله اثاقلتم. شوف شوف كلمة اثاقل، شوف الجمال بتاع القرآن، شوف الجمال، مش قعدتم ولا كده، لا اثاقل، يا الله على جمال القرآن وروعة القرآن. حاسس بتقل، مفيش همة لأي حاجة فيها تقل كده. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هي خلاص انتوا هتخللوا الدنيا ورضيتوا بيها خلاص يعني؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في الآخرة إلا قليل. طب إلا تنفروا، طب لو ما هنروحش وخلاص كده، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. طب أنا مش على قدي يا ربي، أنا مريض وظروفي على قدي. قال انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا، بقية الآيات انفروا خفافا وثقالا، على قد طاقتك، على قد لا طاقتك. يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس النية بس والإرادة، خلي نيتك سليمة واعمل على قد طاقتك. مش معاك 100 جنيه تتصدق، تصدق بجنيه بخمسة جنيه، رب درهم سبق 100,000 درهم. وهو ربنا على قد مطلع على النوايا ومطلع على حقيقة الهمة اللي جواك. الدرجة الثانية اللي هي الأعلى منها، اللي هي مش مقتصرة على الواجبات، يعني همة الإنسان لا، أنا عايز حب الله، عايز رضا الله. والدرجة الثالثة اللي هي أعلاهم، فكرة إن الإنسان مش بيتعلق بالنتائج يا شيخ حسن، هو متعلق في النهاية بفكرة السعي. أنا مش باصص سواء النتيجة وصلت لها أو ما وصلت لهاش، فأنا في النهاية بعمل اللي ربنا أراده لي، وده اللي حضرتك وضحته لنا. في ختام الحلقة ممكن نستأذن حضرتك يا شيخ حسن يعني تدعي لنا في دقيقة، ويا رب يتقبل بإذن الله في الأيام المفترجة دي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، آمين. وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا مضلين ولا مضللين. احفظنا يا ربنا بالإسلام قائمين، واحفظنا جالسين، واحفظنا في كل حال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا مقبولا وحجا مبرورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم أطعم كل جائع، واكس كل عار، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم بلغنا ما يرضيك عنا يا رب العالمين، تقبل منا أعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا جبار السماوات والأرض، إنك تسمع كلامي هذا وترى مقامي هذا، ولا يخفى عليك شيء من أمري. نسألك يا ربنا مسألة الذليل، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته، وسجدت لك جبهته، وجرت لك عبرته. اغفر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا سكناتك، واجعلنا من الراشدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من الراشدين. اللهم من أرادنا والإسلام ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. يا رب العالمين ارحمنا. اللهم في نهاية هذا الشهر الكريم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت لنا.
اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وأولنا وآخرنا ومحسننا ومخطئنا، اغفر للعاصين منا، تب على المذنبين منا، قربنا منك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتب علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا شخصت العينان، وارحمنا إذا بردت القدمان، وارحمنا إذا شلت الأركان برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا وتحياتنا لحبيبنا ومصطفانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ألف شكر لحضرتك يا شيخ حسن، ربنا يتقبل من حضرتك يا رب. شكرا جدا لحضراتكم، وشوفكم بكرة على خير بإذن الله.